ضمن أسبوع الريادة العالمي، أطلقت مؤسسة فينومينا وبنك فلسطين وأيضا صندوق ابتكار هاكاثون وومن إن كنترول. رح نتعرف على تفاصيل هذا الهاكاثون مع حملة في طياته، مع ضيفتنا هنا في الاستوديو ريم القواسمي، شريك استثماري من صندوق ابتكار للاستثمار. صباح الخير وأهلا فيك معنا يا ريم. صباح الخير، كيفكم؟ أهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني في البداية أستاذ ريم، نتعرف على هذا الهاكاثون، الهدف منه وأيضا الرسالة اللي بحملها. الهاكاثون هو فعليا فعالية بتمتد لمدة 3 أيام، بلشنا يوم الخميس بعد الظهر وكان اختتامها يوم السبت. اللي هو فعالية من خلالها النساء، أو إحنا اخترنا هالمرة أنه يكون مستهدف النساء، ومن النساء للنساء، أنه بيستهدف أنه يطوروا حلول تكنولوجية أو حلول مدعومة بتكنولوجيا لحل مشاكل معينة، ممكن تكون مشاكل إلها علاقة في تمكين النساء أو مشاكل بشكل عام باستخدام التكنولوجيا. فالنساء اجتمعوا في أول يوم، عرفناهم، كان في شوية ورشات عمل عن ريادة الأعمال وطرحوا من خلالها أفكار. تم خلال أول يوم تصويت على هاي الأفكار وتكوين فرق اللي اشتغلوا خلال نهاية الأسبوع خميس جمعة سبت على هاي الأفكار، وبعدين عرضوا المشاريع النهائية اللي كانت 6 مشاريع فعليا للجنة التحكيم في اليوم الأخير. جميل جدا. طيب خلينا نتحدث شوي عن الأجواء اللي كانت موجودة خلال 3 أيام ريم. لما نتحدث عن هذا العدد من النساء، 44 امرأة، بالتالي مشاريع كثيرة، خبرات كثيرة، معيقات أيضا كثيرة تواجه النساء. احكي لنا عن أبرز هذه النقاط اللي تم رصدها خلال الهاكاثون. إحنا لما أطلقنا أول مرة الإعلان، كان جانا مجموعة كبيرة من الطلبات، قدموا فعليا 130 امرأة ليشاركوا في هذا الهاكاثون بين خبرات قطاعات مختلفة. مختلفة بالضبط، من خلفيات مختلفة، بعضهم كان طالبات وبعضهم نساء عندهم أعمالهم الخاصة. وبعدين تواصلنا مع النساء وكان في تقريباً 44 امرأة اللي كانوا مؤهلين أنهم يشاركوا. فعلياً تمت مشاركة 24 امرأة في هذا الهاكاثون، كوننا 6 فرق، فكان كل فريق تقريباً من 4 مشاركات. في معيقات كتير كانت، وجزء منها أنها هاي الفعالية بتمتد على 3 أيام، فمرات النساء ما بيكونوا قادرين أنهم يكونوا موجودين، بس إحنا تواصلنا معهم، خبرناهم أنه هذه الفعالية هي يعني مكان آمن للنساء ليشاركوا فيهم أفكارهم. وكمان ركزنا على موضوع أنها صديقة للأمهات، ففي أمهات كانوا عندهم مرونة كافية لأنهم يتواصلوا مع الفريق ويكونوا يشتغلوا من البيت أو من المكان الهاكاثون في انترسكت. وكان فعلياً وكانوا هم هو فعلياً كان وجه لوجه، يعني كان الحضور شخصي بس كان في مرونة كافية، وكمان في نساء اللي جابوا أطفالهم معهم. نعم. على جميل، وهذا أيضا يعزز ثقافة تبادل الخبرات أكثر على أرض الواقع، خاصة بين الرياديات وصاحبات المشاريع. ولكن بدي أسألك، وومن إن كنترول هذا العام مخصص للنساء، السبب؟ إحنا عادة بأسبوع الريادة العالمي بنحاول أن نعمل هاكاثونز أو ستارت أب ويكند، اللي هي نفس هاي الفعاليات اللي بتمتد على مدار نهاية الأسبوع عشان نشوف إيش في أفكار جديدة وحلول جديدة. هاي المرة كان في حوار إنه ومين الفئة المستهدفة، وإحنا بنستهدف النساء عشان نزيد نسبتهم وتمثيلهم في منظومة ريادة الأعمال. إحنا مثلا في صندوق ابتكار عندنا من محفظة الصندوق 45% من المنشئين الشركات هم من النساء، وكمان 30% من الموظفين في الشركات هم من النساء. فهذا الشيء إحنا كتير كتير فخورين فيه، ودائما بنعمل على إنه ننظم أحد فعاليات زي هاي أو نشارك فيها عشان نزيد نسبة ونتيح فرص أكثر للنساء للمشاركة، ونعرفهم كمان على ريادة الأعمال. فهذا هو الهدف الرئيسي. مهم ريم. ذكرتي بأنه كان في قطاعات مختلفة مشاركة من النساء ورياديات الأعمال. إذا بدنا نتحدث عن أبرز المعيقات اللي بتواجه النساء، سواء كان في مشاريعهم الخاصة، في ريادة الأعمال، في تطبيق أفكارهم على أرض الواقع، شو هي؟ هلا المعيقات بشكل عام بالنسبة للشركات الناشئة، خصوصا شركات التكنولوجيا، يعني النساء عندنا في هم مبدعات ومشاركات بشكل كبير في القطاع الخاص الفلسطيني وبالأعمال الصغيرة، وبنشوفهم بيشاركوا في تفاصيل كثيرة وبقطاعات مختلفة، بس معظمها قطاعات تقليدية. احنا الهاكاثون هو بتعلق في القطاعات التكنولوجية، و
لما نحكي عن القطاعات التكنولوجية معظم الأحيان بكون استهداف أسواق مش بس محلية، أسواق كمان عالمية. صحيح. أو ولكن وجود النساء في هذا القطاع تحديدا هو قليل نوعا ما في مجتمعنا. وجود النساء، موجودين النساء بس مرات بكونوا موجودين ضمن فرق العمل، ولكن ليس كأنهم كرياديات أعمال اللي بيقوموا بإنشاء هاي الشركات. فإحنا من نشجعهم أنهم يكونوا بيتحمسوا أكثر أنهم يكونوا في هذا المكان، أنهم يطلعوا فيه الأفكار وينشئوا هاي الشركات. نعم. طيب يعني أستاذ ريم، أيضا خلال أسبوع الريادة العالمي كيف بتقيموا وضع المشاريع الريادية في البلد، المشاريع الخاصة بالنساء، خاصة أيضا فئة الشابات والمشاريع الخاصة، أنه العديد أصبح يحاول أن يعتمد على مصدر خاص للدخل؟ يعني بشكل عام احنا بنطلع على منظومة ريادة الاعمال بشكل عام، وبنشوف انها خلال الفترة الماضية عمالها كثير بتتطور، وعمالنا بنشوف اكثر نساء ورجال كمان رياديين اللي عمالهم بيوجدوا حلول تتناسب مع التطور في المجتمع، او بيوجدوا حلول من اوجاع من خلال اعمالهم اللي بيشتغلوا فيها في الشركات الخاصة او بأعمالهم اللي بيشتغلوا فيها. فبتلاقي إنه النساء أعمالهم أو الأشخاص بشكل عام أعمالهم فكروا بحلول من خبرتهم، وبكونوا صار لهم خبرة طويلة مثلا في قطاع معين، وبحاولوا إنهم يوجدوا حلول لأوجاع معينة من خلال الإجراءات في العمل أو يعني كيف توصيل الخدمات للزبائن تاعتهم. فبتلاقي الناس اللي عملهم بتوجهوا لريادة الأعمال، عملهم بيكون عندهم خبرة أكتر، عندهم معرفة أكتر في القطاعات اللي عبالهم بتجهوا لها. ففي توجه كتير كبير لريادة الأعمال من الناس اللي عندهم خبرات. بالنسبة للخريجين الجدد عادة هم بنضموا لشركات وبكونوا كأفراد في الفرق بتاعتهم. وكتير من الشركات اللي عملها تطلع بفلسطين عمالها بتوظف من هدول الخبر او المهارات او الخريجين وبتكسبهم خبرات. ليش؟ لانك لما تشتغل في شركه ناشئه صغيره الخبرات اللي بتتعرض لها كثير مختلفه عن الخبرات اللي بتتعرض لها في الشركات الخاصه، لانها بتكون انت بتحمل بتشتغل على اكثر من شغله، فهون بتكون الخبره تاعتك متنوعه. فبنشجع دائما احنا الخريجين كمان انهم يتشجعوا يشتغلوا مع شركات ناشئه. أكيد طبعا. ريم، ذكرتي خلال حديثك بأنه كان في 6 مشاريع عرضت مشاريعها هذه أمام لجنة التحكيم، نتعرف من هي المشاريع الفائزة، وكان أيضا مبادرة من حاضنة انترسكت بدعم هذه المشاريع لمدة 6 أشهر. مظبوط. كان في 6 مشاريع، المشاريع تنوعت بين قطاعات مختلفة، بعض منها كان له علاقة في التعليم أو العقار، ومش بس تستهدف تمكين النساء، كمان حلول تكنولوجية لمشاكل في المجتمع. والفريق اللي فاز اسمه فريق سندا، وهي عبارة عن منصة بتحاول انها توفر مزودين خدمات الرعاية، سواء الرعاية الصحية او المرافقة لأحبائنا اذا كانوا لا سمح الله مضطرين انهم يكونوا موجودين في المستشفيات او محتاجين رعاية دائمة. فالاشخاص اللي مش قادرين انهم يوفروا هاي الرعاية الدائمة لأحبائهم لانهم موظفين او مش قادرين يوصلوا للمدينة واللي هم فيها او المستشفى اللي هم فيها، بيقدروا من خلال هاي المنصة انهم يتواصلوا مع مزودين هذه الخدمات ويوصفوهم. فهي المنصة بتكون زي حلقة الوصل. جميل. وهي الفريق اللي فاز. نعم. فعليا كانوا من مدن مختلفة. يعني صراحة جهودكم مشكورة، والمسابقة والمنافسة دائما مطلوبة حتى نحصل على أفضل النتائج ونكتشف مهارات شبابنا ونوظفها في أفضل أماكن. شكرا جزيلا لك ريم، يسعد صباحك. شكرا لك، أهلا وسهلا.